معنا من القدس مراسل عربي أحمد جرادات. أحمد، سأسألك عن الجانب السياسي، لكن أولا هناك أنباء من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن صواريخ اعتراضية فوق القدس. يعني هذا الخبر يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان بإطلاق صاروخي من صواريخ الاعتراض في منطقة القدس أو في محيط مدينة القدس، ولكن حتى اللحظة لا بيان من الجيش الإسرائيلي ولا حديث حتى في وسائل إعلام إسرائيلية مركزية عن هذه الحادثة، والجيش لا يعلم حتى هذه اللحظة بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن طبيعة هذه الحادثة، ربما تكون بإشاعة أو ربما يكون قد حدث بالفعل أن تم استخدام صواريخ الاعتراض، ولكن حتى اللحظة لا بيان رسمي يؤكد ذلك أو حتى حديث في وسائل الإعلام الموثوقة. هذا الخبر يتم تداوله بكثرة في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلي ومجموعات التليجرام من قبل الإسرائيليين. نعم، بانتظار توضيح الصورة. أحمد، الرئيس الأمريكي يقول أن نتنياهو قبل مقترح وقف إطلاق النار، لكن بيان دولي بالأمس يدعو إسرائيل وحماس إلى قبوله. ما هو الموقف اليوم من قبل بنيامين نتنياهو تجاه هذا المقترح، أم أنه يتعمد ما وصفت بسياسة الغموض البناء؟ على ما يبدو هو يتعمد هذه السياسة ويحاول استغلال مفاوضات صفقة التبادل في إطار استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بمعنى أنه يعتمد هذه الاستراتيجية الحديث عن صفقات تبادل ومقترحات، وفي مقابل ذلك محاولة استكمال الحرب الإسرائيلية دون وجود قرار واضح لدى نتنياهو بشأن صفقة التبادل، ودون أيضا حديث صريح إسرائيلي عن التزام بوقف الحرب بشكل نهائي إذا ما تم الاستجابة للمراحل الثلاث من قبل حركة حماس. بن غفير قبل قليل في تغريدة له على موقع إكس قال إن حزب القوى اليهودية يرفض أي صفقة ستلحق ضررا بالأمن الإسرائيلي، وأشار إلى ضرورة منع إدخال المحروقات إلى داخل قطاع غزة وأيضا المساعدات الإنسانية، وعليه نتحدث عن استمرار التهديدات بحل الحكومة الإسرائيلية إذا ما ذهب نتنياهو إلى صفقة التبادل. بلينكين سيصل الاثنين إلى إسرائيل، حتى اللحظة على جدول أعماله لقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس واضحا إن كان سيجتمع بمجلس الحرب، لأن بقاء هذا المجلس من عدمه سيتحدد في الساعات المقبلة إذا ما قرر جانس الانسحاب من الحكومة وحكومة الطوارئ، فهذا يعني حل هذا المجلس على الأقل أو البحث عن بديل. شكرا لك يا أحمد. أحمد جرادات في القدس.